الشفافية والمحاسبة. فمن يتولى الشأن العام هو مسؤول تجاه المواطنين والمال العام، ويتخذ القرارات بناء على مصلحة المواطنين وإرادتهم. وتؤمن النظم الديمقراطية طرقاً وأساليب وآليات لجعل مختلف المؤسسات الحكومية والأفراد مسؤولين عن تصرفاتهم وأفعالهم، حيث تكون أعمال العاملين بالشأن العام شفافة ومعلنة للملأ من خلال الإعلام والاجتماعات العامة، وللناس قدرة على الوصول إلى أدراج ملفاتهم ليعرفوا كيف يتصرف المسؤول في الشأن العام وما هي القرارات التي تتخذها الحكومة. وإذا ثبت تورط مسؤول ما بقضية اختلاس أو ما شابه، فيتم مقاضاته وربما طرده من منصبه.